وحسب التتبع في كتب السنة لم أجد لفظة كلمة الشلال المعروف عندنا وهو الماء الذي ينزل من علو، لم يسمى بهذا الاسم الذي هو الشلال، لم يسمى به في كتب السنة. فإذا كلمة الشلال بالمعنى الذي عندنا وهو نزول الماء من الجبل هذا لا يوجد لفظه في كتب السنة، قد يوجد بلفظ آخر كما في حديث عائشة عند أبي داود كان صلى الله عليه وآله وسلم يبدو إلى هذه التلاع وهي مصاب الأنهار، لكن كلمة الشلال لا يعلم لها أصل بعد البحث في كتب السنة بهذا المسمى.